أذهب إلى صورة ثالثة. هذا الكتاب هو العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. كتاب معروف، العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية، كتاب تراجم رجال سمي ما شئت، تأريخي في تأريخ آل جعفر كاشف الغطاء، صفحة 181. هذه النسخة بتحقيق الدكتور جودة القزويني، الطبعة الأولى 1998 ميلادي، توزيع بيسان للنشر والتوزيع، بيروت لبنان. الباب الثاني في الطبقة الثانية من الطائفة الجعفرية. الطائفة الجعفرية يعني من أولاد جعفر، شيخ جعفر، وهو من تلاميذ سيد مهدي بحر العلوم، شيخ جعفر كاشف الغطاء. مثال حول التعابير التي تذكر في ألقاب العلماء، يقول: وأولهم يتحدث عن الشيخ موسى ابن شيخ جعفر، وأولهم يعني أول كما قال، وهو يشتمل على الطبقة الثانية من هذه النبعة الزاكية، وأولهم الإكسير الأكبر والكبريت الأحمر الطاهر المطهر النور الأزهر عميد الطائفة الجعفرية ورئيس الملة الإسلامية الإمام الأكبر فريد الدهر ووحيد العصر إمام الفقهاء وفقيه الأئمة موسى ابن جعفر قدس الله روحه الزاكية وأعلى لديه درجاته العالية. ثم يتحدث عن شيخ موسى كاشف الغطاء ويذكر تفاصيل عن قضية الميرزا الإخباري، عالم من علماء الشيعة الأجلاء، عالم موسوعي، ولكن حسد العلماء والاختلاف في الآراء. فإلى أين يوصلنا؟ في صفحة 185، وأما موسى بن جعفر، يقصد موسى ابن جعفر كاشف الغطاء، ومحمد المجاهد، محمد المجاهد والسيد محمد الطباطبائي ابن السيد مير علي الطباطبائي صاحب كتاب الرياض، وهو من الكتب الشيعية المعروفة، رياض المسائل من المصادر الفقهية المعروفة، والاثنان من المراجع، موسى كاشف الغطاء مرجع، والسيد محمد الطباطبائي أيضا هو صاحب كتاب المناهل، أيضا من الكتب الفقهية المعروفة. وأما موسى ابن جعفر ومحمد المجاهد فبقي كل منهما لقب بالمجاهد لأنه قاد الجهاد ضد القوات الأجنبية في إيران، فبقي كل منهما يسعى في أي شيء في تهيئة أسباب قتل عدوه ويجاهد. يتحدثنا شيخ كاشف الغطاء عن الميرزا الإخباري، الميرزا محمد الإخباري الذي هو جد يعني عائلة آل جمال الدين الموجودة في النجف أو الموجودة في الناصرية. عائلة آل جمال الدين هي من أحفاد الميرزا محمد الإخباري،
ميرزا محمد النيشابوري الإخباري. منهم مثلا الشاعر الشيعي المعروف السيد مصطفى جمال الدين. وأما موسى بن جعفر ومحمد المجاهد الذي يكتب هو من مراجع الطائفة شيخ محمد حسين كاشف الغطاء ويتحدث عن مراجع الطائفة أيضا. وأما موسى بن جعفر ومحمد المجاهد فبقي كل منهما يسعى في تهيئة أسباب قتل عدوه ويجاهد. فكتب السيد محمد المجاهد يكتب سؤال لمن؟ لشيخ موسى كاشف الغطاء. سيد محمد المجاهد كانت مرجعيته في كربلاء، شيخ موسى كاشف الغطاء كانت مرجعيته في النجف. فكتب السيد صورة استفتاء من الشيخ، يعني سيد محمد المجاهد يستفتي شيخ موسى كاشف الغطاء، حاصله ما رأي حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه في رجل يؤلب على العلماء الصالحين ويسعى في قتلهم. ما قتل واحدا، لم يقتل أحدا الميرزا الإخباري، هم قتلوا، العلماء قتلوا، المراجع قتلوا. ما رأي حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه؟ تلاحظون هذه الأوصاف التي تعطى للعلماء بالمجان، تعطى هذه الأوصاف، نحن لا نشكك في صلاحهم، ولكن هذه الأوصاف كالألقاب التي مرت علينا قبل قليل. ما رأي حجة الله على خلقه وأمينه في أرضه في رجل يؤلب على العلماء الصالحين ويسعى في قتلهم إطفاء لنور الدين؟ الواقع من الذي قتل من؟ هم قتلوا الميرزا الإخباري. فوقع تحته، يعني غريب، مرجع يستفتي مرجع، تلاحظون أو لا؟ فوقع تحته يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله النفس والمال، وإلا فلا صلاة ولا صيام له، وليتبوأ من جهنم منزله. الذي لا يفعل هذا بالميرزا الإخباري، لماذا؟ اختلاف في الرأي، تحاسد. فلنفترض أن الميرزا الإخباري مخطئ، كان على ضلال في آرائه، فهل تترتب الأحكام بهذا الشكل؟ يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله النفس والمال، وإلا فلا صلاة ولا صيام له، وليتبوأ من جهنم منزله. فأخذ السيد محمد المجاهد حكم الشيخ وأمضاه، لأن هو أيضا مرجع، أمضاه، هو أيضا وقع عليه، وبعثه إلى السيد عبد الله شبر، عالم جليل معروف السيد عبد الله شبر، لكن تورط في القضية أيضا، إلى السيد عبد الله شبر، فحكم بوجوب اتباع حكم الشيخ، وكذلك فعل باقي العلماء المعروفين هنالك كالسيد محسن صاحب المحصول، والشيخ أسد الله، شيخ أسد الله الكاظمي. فلما تم الحكم على أحسن هيئة، كيف على أحسن هيئة؟ يعني رتبوه بهذا الترتيب وجمعوا التوقيعات والإمضاءات. فلما تم الحكم على أحسن هيئة نشر لدى العوام وقرئ على الخاص والعام، وكان بيد رسول السيد عبد الله شبر يدعو الناس إلى امتثاله، وإن حكم الشيخ، يعني الشيخ موسى كاشف الغطاء، نافذ على كل من في دائرة الوجود. يعني حكم الشيخ نافذ على كل من في دائرة الوجود، يعني نافذ على الملائكة، نافذ على الإمام الحجة، على كل من في دائرة الوجود. لا أدري هل هذا الكلام فعلا قاله السيد شبار
أو هو من ترتيبات الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وصاحب الكتاب، وأن حكم الشيخ نافذ على كل من في دائرة الوجود. وكان السيد عبد الله كما عرفت أولا عند أهل الكاظم، يعني منطقة الكاظمية، لأنه يسميها القدماء من العراقيين يسمونها الكاظم. وكان السيد عبد الله كما عرفت أولا عند أهل الكاظم بمنزلة الإمام، فعزموا على أن يهجموا على دار الإخبار ليلا ويريحوا منه الناس بعد أن انتشر الحكم بيد عامة الناس. فاجتمع ثلاثة أنفار منهم من المعروفين بالإقدام والبأس، فتسوروا الدار عليه نصف الليل. لاحظوا القصة الهوليودية، هذا مرجع يكتب هذه القصة. فاجتمع ثلاثة أنفار منهم من المعروفين بالإقدام والبأس، فتسوروا الدار عليه نصف الليل، لأنهم أتوا إلى باب داره فلم يجدوها. لماذا؟ لأنه أعشاهم بسحره، سحرهم. ثم أتوا إلى الحجرة التي هو فيها وقلعوا الباب، فوجدوا عفاريت وحيات فاغرة تريد أن تبتلعهم، فتوقفوا يسيرا ثم هجموا ثانية، فوجدوا ليثا بالباب يريد أن يفترسهم، فارتدوا متجبرين ولم يزالوا يهجمون على الباب فيرون ما يهولهم من شعبذاته وسحره. أليس عندنا حوادث منقولة عن علماء ومنقولة عن أئمتنا أيضا وعن أصحاب الأئمة، يحاول الظالم أن يقتل أحدهم فيرى أسدا أو يرى شيئا يخيفه، لماذا لا تكون هذه القضية مثل تلك القضايا؟ على أي حال، هو هذه مسرحية واضحة، لأنهم أول شيء أتوا إلى باب داره فلم يجدوها لأنه أعشاهم بسحره، ثم أتوا إلى الحجرة التي هو فيها وقلعوا الباب فوجدوا عفاريت وحيات فاغرة تريد أن تبتلعهم، فتوقفوا يسيرا ثم هجموا ثانية، فوجدوا ليثا بالباب يريد أن يفترسهم، فارتدوا متجبرين ولم يزالوا. فارتدوا متجبرين يعني رجعوا يغصبون أنفسهم، قد هالهم الأمر. ولم يزالوا يهجمون على الباب فيرون ما يهولهم من شعبذاته وسحره. هل هذا منطقي؟ مرة، مرتان، ثلاثة، لماذا لم يرتدوا ولم يخافوا؟ فصعدوا السطح وحفروا فيه على الحجرة. يذكرني هذا المشهد بالمشهد الذي جرى على الشيخ الشهيد حسن شحاتة، نفس الشيء، حفروا سطح البيت. فصعدوا السطح وحفروا فيه على الحجرة، فخرجت إليهم نيران ملتهبة، فقال واحد منهم، من هؤلاء الثلاثة: يا قوم، إني سمعت من الشيخ موسى، شيخ موسى كاشف الغطاء، يقول: أنا ضامن على الله الجنة لمن يقتل هذا بحضور الشبري، يعني بحضور سيد عبد الله شبر، وقد صدقه السيد، سيد صدق هذا الكلام. وأنا صاحب ذنوب كثيرة وقد عزمت على الخوض في هذه النار، فلعلي أحظى بعدها بجنات تجري من تحتها الأنهار، فإن أحرقتني فانجوا بأنفسكم ولا تيتموا أطفالكم،
وإن تبين أنها شعبذة وبهتان فسأنبئكم بذلك فادخلوا علي وشاركوا بالفوز فيما لدي. فاقتحم النار وتقدمهم إماما، فقيل يا نار كوني بردا وسلاما، فنادى أصحابه فدخلوا عليه فوجدوا الخبيث يعني الميرزا الإخباري وتبخراته بين يديه، فقال لهم ميرزا الإخباري عالم كبير، عقلية موسوعية ضخمة جدا، لا يصور بهذه الصورة وكأنه مشعوذ وبين يديه المبخرة وأمثال هذه الأمور. فوجدوا الخبيث وتبخراته بين يديه فقال لهم خلوا سبيلي ولكم 20,000 ذهب، فلم يقبلوا ولم يزل يترقى لهم في ذلك حتى قال لهم انظروا الحجرة، فنظروها وإذا هي وجميع ما فيها من بسط وجدران وفرش تتلألأ ذهبا أحمر، فقال خذوها أجمع ودعوني أنجو بنفسي، ولكم العهد علي ألا أرجع بعد إلى بلادكم. فقالوا هيهات هيهات، على غيرنا موه هذه الكذبيات والشعبذات، وأما نحن فقد ضمنت لنا على الله الجنان والفوز بالرضوان، فوقع الحق وقطع دابر القوم الذين ظلموا. وقيل الحمد لله رب العالمين، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وكان ذلك يوم الأحد سنة 1233، ودفن في مقابر قريش. لا أعلق شيئا على القصة، لكن الشيخ كاشف الغطاء لم يفصل كيف قتلوه، قتلوه قتلة بشعة، وقتلوا أحد تلامذته معه من المقربين إليه، وقتلوا بعضا من أفراد أسرته. كان هناك اعتداء على أسرته وتعرض لعائلته، هتكوا حرمة عائلته وقتلوه، وقتلوا أحد تلامذته. بعد ذلك فرت أسرته إلى جنوب العراق إلى منطقة سوق الشيوخ في الناصرية في قرية معروفة بقرية المؤمنين بدون تعليق، ولكن الكتاب العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية لمرجع طائفة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، والحديث عن تلكم التفاصيل أترك الكلام من دون تعليق. قلت صور مختلفة من الواقع الشيعي،